أسعد الله وقتكم بكل خير وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامج للنقاش. وسنتحدث اليوم عن اليمن وجهودها في مواجهة فيروس كورونا، حيث أعلنت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الموافقة رسميا على استخدام لقاح أسترازينيكا الخاص بفيروس كورونا، وبات بإمكان وزارة الصحة العامة استيراد الدفعة الأولى من اللقاح والبدء بتنفيذ الجولة الأولى من حملة التطعيم المتوقع تنفيذها خلال مارس المقبل. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الاستعدادات العالمية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا المستجد، ومن ضمنها حكومة بلادنا ممثلة بوزارة الصحة واللجنة العليا لمواجهة كورونا التي دعت إلى رفع درجة الجاهزية لمواجهة احتمال تفشي موجة ثانية من وباء كورونا واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى داخل المستشفيات والإدارات الطبية وعزل الحالات المشتبهة. هذا الحراك والجهد الرسمي من قبل الحكومة لمواجهة هذا الوباء يتطلب حراك مجتمعي في كافة المستويات وإسهامات جادة في جميع جهات أو من جميع جهات وشرائح المجتمع، بدءا من المواطن العادي مرورا بمنظمات المجتمع المدني وانتهاءا برؤوس الأموال الخاصة، بهدف حشد الجهود الرامية إلى مواجهة تفشي هذا الوباء القاتل الذي أصاب الحركة العالمية بشلل. وفي هذه الحلقة من برنامج للنقاش سنحاول تسليط الضوء على أبرز المحاور الرئيسية حول مواجهة وباء فيروس كورونا والجهود الحكومية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني والصحة العالمية بهدف توعية أو التوعية بمخاطر الفيروس والحد من انتشاره. محاور حلقتنا لهذا اليوم تكمن في كل من المحور الأول الجهود الحكومية المبذولة لتجاوز أزمة كورونا والحد من انتشاره. لا شك أن حكومتنا تسعى جاهدة بشتى الوسائل والطرق للقضاء على فيروس كورونا وإيجاد الحلول الممكنة لمواجهة هذا الفيروس. المحور الثاني دور المنظمات المحلية والدولية والمبادرات المجتمعية في مواجهة فيروس كورونا. لابد هناك تحرك ملحوظ للمنظمات المحلية والدولية والتعاون المشترك مع الحكومة للقضاء على كورونا. أما المحور الثالث سنتحدث به عن الجانب الطبي والإجراءات اللازمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا، وهذا بالطبع ما تقوم به الجهات الصحية والطبية لدى بلادنا لتجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد. وقبل البدء بالحديث عن محاورنا نذهب لفاصل قصير ثم نعود، كونوا معنا. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام. الجانب الحكومي والجميع بلا استثناء لابد أن يعلموا أن الحرب الحوثية في بلادنا ألقت بظلالها الكارثية على كافة القطاعات ومن ضمنها بل من أهمية القطاع الصحي، وعلى الرغم من ذلك تبذل الحكومة مساعي حثيثة لتوفير أبسط المقومات الصحية للمواطنين وتعمل جاهدة بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمحلية في مواجهة مخاطر الوباء والحد من انتشاره، خاصة في ظل ما تعانيه البلاد من أزمات عديدة والتي ما زالت تتوالى على بلدنا الحبيب، ولكنها مستمرة وصامدة تبذل قصارى جهدها للحد من فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطن. حول هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة إشراق السباعي وكيل مساعد قطاع السكان والناطقة الرسمية للجنة الوطنية العليا لمجابهة كوفيد-19. بداية دكتورة إشراق، كما يعلم الجميع في ظل الظروف الراهنة تسعى وستسعى حكومتنا لتحسين وضع بلادنا في شتى القطاعات وخاصة القطاع الطبي الصحي. أخبرينا عن الجهود التي قامت بها وتقوم بها الحكومة في مواجهة كورونا وبذل جهودها للحد من انتشاره. السلام عليكم. طبعا أو في البداية أتمنى ربي أن يجنب البلد الحبيب اليمن من هذا الوباء.
طبعا الحكومة تبذل قصارى جهدها من خلال اللجنة العليا للطوارئ وممثلة أيضا بوزارة الصحة بتعزيز قدرات الكادر الطبي وأيضا ردف المحاجر والمعازل بالتجهيزات والمستشفيات أيضا الأدوية، توفير الأدوية، تدريب الكادر، يعني الاستعدادات يعني أكثر من الموجة الأولى من الجائحة الأولى التي تعلمنا منها الكثير. فالحمد لله والشكر. أيضا التنسيق المشترك الذي يعني ما بين القطاعات المختلفة، وأيضا محاور التي في لجنة الطوارئ أكثر تنظيما عن أي يوم مضى. جميل. دكتورة إشراق، هناك بالطبع إجراءات واحترازات صحية يجب على المواطنين بلا استثناء الالتزام بها. ما مدى أهمية الالتزام أو التزام المواطن بالإجراءات الوقائية من الفيروس، ولعل أبسطها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي؟ طبعا بالنسبة للإجراءات الاحترازية، أولا إن نحن يعني بالنسبة للمجتمع الآن هو يعني على دراية تامة بكوفيد 19 فيروس كورونا. طبعا الإجراءات الاحترازية نحن دائما يعني نكررها سواء في حملات التوعية على أساس إنه لبس الكمامات، التباعد الاجتماعي، غسل اليدين، التوجيه هذا أولا للمجتمع. رفع مستوى الوعي، زيادة التثقيف، من ضمن هذه من الإجراءات التي نحن في وزارة الصحة ممثلة باللجنة العليا بالفريق المحاور الكل يشتغل على هذا يعني على هذه الجزئية، وأيضا حماية العاملين الصحيين ومكافحة العدوى، التدريب المستمر لحماية كوادرنا، أيضا الفرق التوجيهية في المستشفيات. هذا من ضمن الإجراءات الاحترازية، وأيضا تعزيز القدرات للجميع بحيث أنه تقدر المجتمع يستوعب مدى خطورة هذا الوباء من حملات تثقيفية سواء كانت إذاعية، تلفزيونية، عبر التواصل الاجتماعي، يعني يوميا الخط الساخن، عمليات الطوارئ في المحافظات، الكل يبذل قصارى جهد. يعني جميعا يعني استمرتم في عمليات التوعية للمواطن بشكل مكثف. طيب دكتورة إشراق، فيما يتعلق بالدعم الخاص بمواجهة كورونا، هناك أموال عبر منظمات دولية وإقليمية صرفت لمواجهة الوباء، كيف تم التعامل مع هذا الدعم وما هي آلية التنسيق مع الجهات الداعمة؟ طبعا أولا من ناحية الدعم الخارجي لازم الكل يعرف أن بلدنا واقعة ما زالت تحت البند السابع. الأموال هذه التي توصل إلى تصل من سواء من المانحين الداعمين تتم عبر المنظمات الشريكة الكبرى، يعني توزع عبر مثلا منظمة الصحة العالمية، عبر اليونيف بي اس صندوق سكان الأمم المتحدة، اليونيسف، يعني أيضا الدعم شريك قوي لنا مركز سلمان. هذه كلها الدعم طبعا تمر عبر القنوات اللي هي المنظمات الدولية، ومن ثم يعني تنفذ حسب خطة وزارة الصحة. يعني نحن بتنسيق مشترك، وهذا الدعم التنسيقي ليس فقط للمحافظات المحررة وإنما على مستوى اليمن، على مستوى اليمن، لأن هذا الوباء يعني يهمنا جدا، يعني أن نقي بلدنا اليمن من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب. هناك شركاء نعتمد عليهم في توصيل هذا الدعم وتوزيعه وفق خطط وآليات متبعة. جميل جدا. إذن الدكتورة إشراق السباعي، وكيل مساعد قطاع السكان، الناطق الرسمي للجنة الوطنية العليا لمجابهة كوفيد 19، شكرا جزيلا لتواجدك معنا وأهلا وسهلا بك. ما زلنا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
أهلا بكم متابعينا. ومحورنا التالي: دور المنظمات المحلية والدولية في جهود مواجهة كورونا. تتطلب مواجهة كورونا حشد كافة الطاقات والإمكانات من قبل الجميع دون استثناء، ولا يقتصر الأمر فقط على الجهات الحكومية. وهنا يبرز دور منظمات المجتمع المدني والمبادرات الاجتماعية والشعبية، سواء في حشد الطاقات أو توعية المجتمع بمخاطر الوباء. ويعد المواطن هو المحور الأساسي لتوعية أو للتوعية، وهذا أيضا يتطلب قنوات تواصل وتوعية مستمرة عبر وسائل الإعلام والمساجد والمدارس وغيرها. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الإسكاب الدكتور أكرم طاهر الحذيفي، عضو في الرابطة الإعلامية لأطباء اليمن في المهجر. دكتور أكرم، يسعد مساءك، أهلا وسهلا بك في برنامج للنقاش. أهلا وسهلا، يسعد مساءك، يسعد مساء أخواننا المشاهدين أيما كانوا. أهلا وسهلا بك. أخبرنا بداية ما هو دور منظمات المجتمع المدني في مواجهة وباء كورونا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن وباء كورونا هو وباء العصر أو حاليا في القرن 21، ما زلنا نعاني من الكورونا، ولكن الأهم من ذا أنه ما زلنا في اليمن لم يستوعب المواطنين ولم يستوعب العامة والخاصة وكل وتقريبا شريحة كبيرة جدا أن هنالك مرض اسمه كورونا، فيروس كورونا. لذا وجب على كل متعلم أو كل ولي أمر أو كل رب أسرة أو كل شخص له علاقة بالصحة أو له علاقة بالتكليف الصحي أن يوعي أهله بمرض كورونا، لأن هذا المرض إذا أصاب سيصيب المجتمع بشكل عام، لا يفرق بين من خلال الانتشار لا يفرق بين أحد. نعم دكتور أكرم، لو تحدثنا، وكما نعلم بلا شك وعلى الرغم من الأزمات التي تواجه بلادنا، إلا أنه لابد ومن وجود آلية تنسيق بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية. وضح لنا ما مدى أهمية هذا التنسيق المشترك في هذا الجانب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى، أولا الجمهورية اليمنية بشكل عام منظومة وزارة الصحة تكاد منهارة، وبالتالي نحن نعول بشكل أعلى على المنظمات الحكومية والغير حكومية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الاجتماعية. بالتالي يجب التعاون مع المسؤولين في وزارة الصحة، يجب عمل غرفة مشتركة، غرفة عمليات للترصد الوبائي أينما وجد، أينما ظهر أي تجمعات لفيروس كورونا، بالتالي ليسهل القضاء على عدم انتشار فيروس كورونا من منطقة إلى أخرى ويكون محصور في مكان محدد. لا شك أن فيروس كورونا يختلف عن أي أن هذه الأمراض الوبائية ليست كالأمراض العادية التي لا تكون تنتشر عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء أو عن طريق الاحتكاك أو عن طريق، بالتالي هذه يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها عن طريق عقاقير وأدوية، لكن هذه الأمراض هي أمراض تنتشر عن طريق الرذاذ أو عن طريق الهواء أو عن طريق، بينما فيروس كورونا هو ينتقل عن طريق الاحتكاك المباشر وعن طريق السعال والرذاذ. بالتالي يجب أن يتعامل المجتمع المدني والأسر والأهل أن كل أحد هو طبيب أسرته وطبيب نفسه، يجب التكاتف الجميع، يجب تكاتف المنظمات المجتمع المدني، المدارس، تثقيف المدارس، تثقيف الخطباء، الإعلام، لأن إحنا مشكلتنا الآن في اليمن لم يستوعب أن هنالك فيروس كورونا إلى يومنا هذا. فنقطة التنسيق هي مهمة، لأن العمل العشوائي لا يمكن أن ينتج لنا أي شيء، لا يمكن القضاء على فيروس كورونا، لازم يكون هنالك غرفة عمليات مشتركة في كل محافظة، وبالنهاية يكون غرفة عمليات مشتركة بشكل عام في المناطق والمحافظات المحررة،
نحن نرى كل يوم هنالك ازدياد في فيروس كورونا جميل. وفيروس دكتور أكرم، بما أنك ذكرت هناك في كل يوم تشاهد ازدياد في عدد المصابين في فيروس كورونا، هناك من يقول أنه هناك لا، ما فيش حالات كثيرة في اليمن، ولا توجد حالات من، ولا يوجد خبر من هذا، أو لو توجد صحة من هذا الخبر. ولكن هل هناك يعني هل ممكن نقول على جهاز الرعاية الصحية يستطيع أن يتوصل إلى رقم محدد لعدد الإصابات بفيروس كورونا في اليمن؟ فيروس كورونا موجود في اليمن، هذا فليعلم الجميع انه موجود في اليمن، لكن لا يوجد هنالك ترصد وبائي دقيق لعده عوامل. اولا طبيعه منظومه اليمن الصحي، اثنين طبيعه التضاريس اللي في اليمن، ثلاثه طبيعه ثقافه المجتمع. الان المريض بيصير في نزله سعال وحراره واشياء او كذا او من هذه القبيل الاعراض، لا غير ما لا يعلم بحال انه كان مصاب بفيروس كورونا مثلا. إذا بالتالي عدت عليه بسلامة يقول الحمد لله، مجرد نزلات برد ليس إلا. ليس الا هذا، اولا السكرينينج او التحاليل او الفحوصات غير كافيه، لا تصل الى كل، لا تصل الى المجتمع بشكل عام او بشكل خاص في المناطق المدينه. بالتالي انت الان كلما كان عمليه السكرينينج او عمليه التحاليل الفحص اعلى، كل ما كانت نسب اكتشاف الحالات اكثر. الان نلاحظ ان اكثر مثلا الحالات تكتشف في امريكا. في امريكا لماذا تكتشف في امريكا وفي المناطق هذه؟ لانه هنالك عمليه الفرز والفحص للحالات المشتبهه بشكل عالي جدا. كلما كان عمليه الفحص كلما ظهرت الفيروسات. لكن في اليمن مناطق ريفيه، لا يوجد هنالك مراكز في المناطق الريفيه عدم أغلب يعني بسبب الظروف، وأيضا كما ذكرت يمكن في المناطق الريفية ربما عدم توفر الإمكانيات اللازمة في المرافق الصحية في هذه القرى وهذه الأرياف. إذن الدكتور أكرم الحذيفي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولانضمامك معنا في حلقة للنقاش حول موضوع كورونا. يسعد مساك وأهلا وسهلا بك. بعد الفاصل نبقى مع آخر محور حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا. إذن المحور الثالث والأخير، الجانب الطبي والإجراءات اللازمة في التصدي لانتشار فيروس كورونا ودور وزارة الصحة واللجنة العليا ومواجهتها لفيروس كورونا. جميعنا يسمع يوما تلو الآخر عن إصابات جديدة بالفيروس في عدد من المحافظات المحررة من قبل الحكومة، والتي تسعى جاهدة في الحد من انتشاره وفق الإمكانيات المتاحة. وفي المقابل هناك تكتم إعلامي عن عدد الحالات في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي الإنقلابية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر السكايب الدكتور عبد الله دحان، نائب الصحة والسكان. دكتور عبد الله، لابد من هناك العديد من الحالات المصابة بالفيروس أو بفيروس كورونا، هل بإمكانك أن تطلعنا على إحصائيات دقيقة أو عن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مستجد في بلادنا وعدد الوفيات وخارطة انتشاره؟ أولا شكرا جزيلا على اهتمامكم بهذا الأمر، وهو في غاية الأهمية، خصوصا وما يشكله وباء الكوفيد-19 أو جائحة الكورونا
المستجدة العالمية، والتي أدت إلى إحداث حالة إرباك لأنظمة صحية في دول عظمى، ما شكل ضغطا على الأنظمة الصحية في معظم دول العالم، ونحن من ضمن هذه الدول التي تأثرت للأسف الشديد سلبا في أوضاع التأثر بهذه الجائحة. وأعتقد أننا إذا ما عدنا إلى الفترات الأولى من الإصابة بهذا الوباء نجد أن الأعداد كانت عالية، والمثبتة أو المؤكدة منها لم تكن بنفس القدر، ولكن الحالات المشتبه بها كانت أرقام كبيرة. ويمكن تلخيص الأرقام النهائية منذ بداية الجائحة في بلادنا، وتحديداً منذ تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء أو جائحة الكورونا، يمكن أن نقول بأن الحالات وصلت في مجملها بشكل عام طوال هذه الفترة إلى 1307 حالات، التي هي حالات مبلغ عنها والمؤكدة مخبريا منها 324 حالة، وعدد الوفيات للحالات المؤكدة 36 حالة. هذا في وإجمالي الشفاء الناتج عن كورونا 235 حالة، هذا على مستوى العاصمة المؤقتة عدن. هذا فقط على مستوى العاصمة المؤقتة عدن، ليس على مستوى الجمهورية اليمنية أو المحافظات المحررة. أما على مستوى المحافظات الخاضعة للسلطة الشرعية فيصل عدد الحالات بمجملها المبلغ عنها إلى 7837 حالة، منها 2267 حالة مؤكدة مخبريا، وحالات الوفيات بلغت 629 حالة، وإجمالي الشفاء المبلغ عنها 1434 حالة. طبعا أنا أردت أن أتحدث وأفردت عدد الحالات الموجودة في العاصمة عدن، كون العاصمة المؤقتة عدن كانت ولا تزال هي الرقم الأعلى في عدد الحالات المبلغ عنها سواء المشتبه بها أو المؤكدة مخبريا، وعدد التعافي كما هو عدد الحالات التي يمكن أن تصل فيها الأعداد بشكل واضح. طيب دكتور عبد الله، نأتي نتحدث، هناك بالتأكيد جهود رامية تقوم بها لجنة مواجهة هذا الفيروس منذ تأسيسها وحتى الآن، أخبرنا إلى أين توصلت هذه الجهود؟ الحقيقة أن الجهود بدأت مع بداية الجائحة، وقد استجابت الحكومة لهذه الجائحة كما أسلفت بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة هذا الوباء، وقد رصدت الحكومة من أجل ذلك المبالغ الكبيرة ووصلت مليارات من الريالات وتم توزيعها على مختلف المحافظات، كما أن الحكومة قامت بإنشاء العديد من مراكز العزل للحالات المؤكدة والتي ظهرت عليها أعراض الوباء، وكما جهزت هذه المراكز، مراكز العزل بأجهزة التنفس الصناعي وبالكوادر الطبية والإمكانيات اللازمة لمواجهة هذا الوباء سواء العلاجية أو الوقائية، كما أنها قامت ولا تزال بتدريب العديد من الكوادر الصحية
لكي تكون قادرة على الاستجابة السريعة والطارئة لمواجهة هذا الوباء خلال المرحلة الماضية، وتستعد الحكومة حاليا لاحتمالات ظهور الموجة الثانية لهذا الوباء لا سمح الله، بتجهيز المراكز وتدريب الكوادر وتوفير الإمكانات اللازمة لمواجهة هذا الوباء. ونقول أننا والحمد لله رغم الإمكانات الشحيحة إلا أننا استطعنا ومن خلال تضافر الجهود مع الشركاء المحليين والدوليين من القدرة على مواجهة هذا الوباء يمكن القول بنسبة نجاح تعد عالية بالقياس إلى الإمكانات المتاحة. جميل. دكتور عبد الله، انت ذكرت عن جاهزية يعني جاهزيتكم لتشكيل مراكز عزل وغرف عمليات وطوارئ خاصة بمواجهة كورونا، هل لك ان تعطينا نبذة عن عمل هذه المراكز وغرف العمليات وعددها؟ لا، هي ما يقرب من 20 مركز عزل موزعة على مختلف المحافظات، فيها ما لا يقل عن 200 سرير عناية مركزة وأجهزة تنفس صناعي موزعة أيضا على هذه 20 مركز، وأيضا فيها من الكوادر ما لا يقل عن 100 من الكوادر الصحية العاملة فيها بالتناوب حتى لا يكون هناك فجوة في التعامل مع الحالات المشتبه بها أو المؤكد إصابتها بهذا الوباء الخطير لا سمح الله. طيب دكتور عبد الله، من الضروري في هكذا أوضاع صحية كارثية بسبب هذا الفيروس تنشأ معوقات من شأنها تواجه الحد والتصدي لفيروس كورونا، مثل ماذا هذه المعوقات؟ الحقيقة أن أهم المعوقات تعود إلى عدم القدرة على إقناع المواطنين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية الكفيلة بالحد من انتشار هذا الوباء. ونجد بأن أهم وسائل المواجهة لحماية المواطنين من احتمالات الإصابة بهذا الوباء مثل ارتداء الكمامات والمواظبة على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي أيضا، والتباعد الاجتماعي الذي يتسبب إذا لم يتبع بانتشار الوباء في أوساط المجتمع. ونحن ومن خلال هذه النافذة المتاحة عبر قناتكم العزيزة عدن الفضائية نطلق دعوتنا ومناشدتنا من جديد لأبناء شعبنا في مختلف المحافظات اليمنية، وليست فقط في المحافظات التي تخضع للسلطة الشرعية، نناشدهم جميعا بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية، كما أننا نزف بشرى لأبناء شعبنا لأننا سنعمل على توفير اللقاح، وقريبا إن شاء الله سنستقبل ما يزيد عن 2 مليون جرعة للقاح، وسيبدأ تنفيذ حملة التلقيح ضد هذا الوباء خلال فترة قريبة جدا إن شاء الله. ونأمل من الجميع التفاعل مع هذه الحملة التي تستهدف وقاية وحماية المواطنين من هذا الوباء وفقا للخطة المعدة والمعتمدة من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة هذا الوباء، والتي حددت فيها الأولويات للفئات التي ستكون على قمة هذه الأولويات المستهدفة في حملات التحصين القادمة إن شاء الله. وسنبدأ بالكوادر الصحية العاملة في القطاع الصحي. نعم. كون هذه الكوادر هي الأكثر عرضة، هي الأكثر عرضة للإصابة بهذا الوباء، كونها تمثل الخط الأول في الدفاع عن صحة وحياة المواطنين اليمنيين ضد هذا الوباء، ثم ستكون الفئة الثانية على قمة الأولويات
هم كبار السن والذين شكلوا نسبة كبيرة من الإصابة في المرحلة السابقة وأيضا من الوفيات، لكي نعمل على حمايتهم. ثم أن هناك الفئة الثالثة التي يمكن أن تكون معرضة لتداعيات ومضاعفات الإصابة بالوباء لو لا سمح الله وحصلت، وهم فئة المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة التي قد تتسبب بزيادة التداعيات والمضاعفات لهذا الوباء لا سمح الله، وغيرها من الفئات التي ذكرت في خطة التحصين المعتمدة من اللجنة الوطنية العليا لمواجهة هذا الوباء، والتي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي من قبل الحكومة، ممثلة علما بأن هذه اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة وباء الكورونا هي برئاسة الأخ رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد. إذن الدكتور عبد الله دحان نائب وزير الصحة والسكان، شكرا جزيلا لك. وصلنا معكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج للنقاش، ورسالتنا للجميع دون استثناء: مستقبلك يبدأ بالتزامك بالإجراءات والاحترازات الوقائية. نشدد وننوه على أهمية لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، فلا تعجل مصير حياتك، وتذكروا دائما وأبدا: يد بيد لنتجاوز جميعنا أزمة كورونا. دمتم وأدامت الإيمان بخير.